كوكو ليفي، سعيدة بلقياكم فيديو جديد. في موضوعنا اليوم هو آخر صيحات الموضة لعام 2020 في الساحات النسائية. والصيحة الأولى اللي لاحظناها في هذا العام هو الوجود الكلي للمعدن في موضة الساعات النسائية. فأصبحت الساعات اللي العلبة ديالها مصنوعة من لاسي إنوكسيداب والبغاسلي من الميتال كتزيد السيدات أنوثة من خلال ارتداء ألوان جديدة مثل لوغوز بالإضافة إلى لوغجون ولارجون. كيف ما كنلاحظوا كذلك الساعات المصنوعة من لاسيدو كولار نوار أو الفولاذ الأسود للنساء، وهو الشيء اللي ما كانش من قبل مدة قصيرة. فالصيحة الثانية اللي هي الساعات الذهب الوردي، فهاد الساعات اللي من لوغوز أو الذهب الوردي اكتسحت رفوف ساعات النساء تدريجيا. فهاد الكولور كيتستخدم بوحدو أو بالإضافة إلى لون الذهب الأصفر. فأغلب الساعات التي تعمل على تقليد الذهب الوردي في الطلاء فهي كتستخدم الفولاذ المقاوم للصدى لاسي إنوكسيدابل وكتصبغو باللون الذهب الوردي. فالصيحة الثالثة هي ساعات كرونوغراف أو ليمونتر كرونوغرافي، ساعات نسائية مستوحاة بشكل متزايد من موضة الرجال. فلاحظنا هاد لا توندونس من قبل عندما قدمت ماركة كود 41 ساعة داي 41، فهي ساعة للجنسين بتصميم صناعي كيجذب النساء بشكل كبير. فتتبع ساعة كرونوغراف هاد الصيحة بقرص عريض أو كادغون لارج ولوك بلوس تكنيك. ومع ذلك كنلاحظوا بعض العلامات التجارية كتستخدم ستخاط في هذا النوع ديال الساعات باش تعطي اون توش كلامور. فالصيحة الرابعة هما لي مونتر ماي ميلاني أو الساعات اللي عندهم براسلي ديال الشبكة. فهاد لي براسلي رجعوهم ساعات من طرف السائغين الإيطاليين في ميلانو في الخمسينات من القرن الماضي. وهذا النوع هو حاليا دارج في الموضة بقوة، فغلقوهم عند فيستينا، فوسيل، وكلوز، وكاس. فمن بعد ما عرفنا بأنواع الساعات اللي دارجة في الموضة، فأنا جبت لكم 36 ساعة دارجة في الموضة واللي قسمتهم إلى 6 مجموعات، وكل مجموعة مكونة من 6 ساعات. فالمجموعة الأولى هما لي مونتر دوغي أو الساعات الذهبية. فالساعة الأولى هي من مارك جاكو، فهي ساعة ذهبية كاملة تخيشيك في كان كادغون نوار موجودين فيها 5 ألوان مختلفة. فالساعة الذهبية الثانية هي من ماركة كالفين كلين، فهي ساعة ذهبية افيك لارج براسلي اون ماي ميلاني. الساعة الذهبية الثالثة من ماركة مايكل كورس، فهي من لاسي إنوكسيدابل دوغي اي كرونوغراف، فهي ساعة جميلة بلون ذهبي افيك ان لارج كادغون دو 43 مليم. فالساعة الرابعة فهي كذلك من ماركة مايكل كورس، فهي خليط من لوغوز و لوغجون. فهذا الخليط هو أنثوي بشكل كبير والكادرون ديالها مزين دي بوتيت ستراس. فالساعة الخامسة هي من ماركة مارك جاكو، فهي ساعة ذهبية البغاسلي ديالها عبارة عن شين غروس مايل بلون ذهبي. فهاد الساعات خفيفين اي إليغونت. فالساعة السادسة هي ساعة ذهبية كاملة من البغاسلي حتى الكادرون. فالبغاسلي ديالها من الميتال، واللي جميل في هاد الساعة هما لي نيونس دو تانتور اللي تستعمل باش يعطي دي غولياف لهاد الساعة. فهنا غادي نجيو للمجموعة الثانية اللي كتكون من لي مونتر افيك دي براسلي ميتال. فالساعة الأولى من المجموعة الثانية فهي من ماركة فيستينا دو كولور أرجون افيك كادرون من الكريستال الأزرق. ففيستينا اقترحت تري جولي مونتر ولي الكادرون ديالها منبت بأحجار كريستال الأزرق اللي كيبري شاك موفمون دو بوانيي، فهي موجودة كذلك بلوغوز. فالساعة الثانية من المجموعة الثانية فهي من ماركة ايس واتش، فهي ساعة من لاسي إنوكسيدابل كادرون بلو اي براسلي أوغوز. والكادرون ديالها منبت بدي كريستو شواروفسكي، فهو كيوحي إلى النجوم في السماء المظلمة. فالساعة الثالثة من المجموعة الثانية فهي من ماركة مايكل كورس، فهي ساعة أنيقة من لاسي نوار للنساء. فكتكون من البواتي دائري من لاسي إنوكسيدابل والكادرون إي براسلي شين نوار. وبالنسبة لأرقام الساعة فتكتبو باللون الذهبي. فالساعة الرابعة من المجموعة الثانية فهي من ماركة كازيو، فهي ساعة نسائية كتكون من براسلي أوغوز. لي مونتر كازيون كوليكسيون هما تري توندونس، يمكن لكم تلبسوهم بارفيتمون مع اون توني كاجوال.
فالساعة الخامسة من المجموعة الثانية من ماركة مايكل كورس فهي ساعة من لوغوس والكادغون بلون ناكخي والبغاسلي من ميتال أوغوس. فالساعة السادسة من المجموعة الثانية من ماركة بيرينغ فهي عبارة عن مونتر سوفيستيكي البغاسلي ديالها من مايلفين دو كولور أرجون. البواتي كاري بلوغوس فهي ساعة تخي فيمينين اي إليغانت. المجموعة الثالثة كتضم لي مونتر كولوري. فالساعة الأولى من المجموعة الثالثة من ماركة بول إيويت فهي ساعة نسائية كادغون إيريزيبلو إي فيولي من لاسي إنوكسيدابل دو كولور أرجونتي. فهاد الساعة يمكننا نلبسوها مع أون توتال لوك نوار. فالساعة الثانية من المجموعة الثالثة من ماركة دانيال ويلينغتون فهي أون مونتر توندونس. البغاسلي من تكستيل بلي غايور روزي بلو والكادغون ديالها دائري باللون الذهبي. فالساعة الثالثة من المجموعة الثالثة من ماركة لاكوست البغاسلي والكادغون بالكولور بوردو والعقارب وأرقام الساعة باللوغوز. فكيف قلت من قبل فلي مونتر كولوري فهي كتضيف اون توش دو كولور للوك اوني ديالكم. فالساعة الرابعة من المجموعة الثالثة هي من ماركة بيير لانيير فهي ساعة البغاسلي ديالها ملتي كولور للنساء. فهاد ستيل يمكننا نلبسوه كذلك مع توتال لوك نوار أو لابلون فهي غادي تلون اللوك ديالكم. فالساعة الخامسة من المجموعة الثالثة فهي من ماركة ايس واتش فهي ساعة نسائية الكادغون ديالها ديغرادي دو كولور روز اي اورانج والبغاسلي من سيليكون بلون. فالساعة السادسة من المجموعة الثالثة من ماركة نيكسون فهي ساعة للبغاسلي ديالها من الكوير نوار والبواتي روز كوراي. فهاد ستيل غادي يعطي اون فغي توش دو كولور لوك ديالكم. فالمجموعة الرابعة هما لي مونتر غيرلي وكتضم الساعات التي تحمل رموز قوية للأنوثة سواء كانت ألوان أو مواد مستخدمة على نطاق واسع في عالم الأنثى. فكنوجدو على وجه الخصوص مطبوعات جلد الحيوانات وأحجار الكريستال والورود. فالساعة الأولى من المجموعة الرابعة من ماركة كودور فهي ساعة أنثوية افيك ان براسلي ليوبار. فهاد الساعة كتكون من الكادغون رون والبغاسلي من الميتال دوري افيك موتيف انيمالي فاسون ليوبار. فالساعة الثانية من المجموعة الرابعة من ماركة اوليفيا بيرتون فهي الساعة انتوية بامتياز افيك دي موتيف فلور ايوازو. فساعات اوليفيا بيرتون كتاخذ الالهام من الطبيعة. فهاد الكادغون عبارة عن لوحة فنية كتشكل من طائر وورود بالوان مائية. فالساعة الثالثة من المجموعة الرابعة هي من ماركة لويس بيون فهي ساعة أنيقة الكادغون ديالها باللون الأبيض افيك اون كروند فلور دوري والبغاسلي من الكوير سويدي غوس فهي اون مونتر دو اي فيمينين. فالساعة الرابعة من المجموعة الرابعة هي من ماركة بيير لانيير فهي ساعة دائرية ستيل رومانتيك الكادغون ديالها دائري كيحتوي على ديب مانيفيك رولييف والبغاسلي ديالها من الكوير كولور غوس بودغي. الساعة الخامسة من المجموعة الرابعة من ماركة كلوس هي اون مونتر كاري البغاسلي من الكوير ايطاليان كولور روز افي كروكوديل بواتي كاري دو كولور لو روز. فالساعة السادسة من المجموعة الخامسة فهي من ماركة فيفيان ويستوود فهي ساعة نسائية من الجلد الابيض الكادغون منبت بستخاس. فالمجموعة الخامسة فهي لي مونتر افيك دي براسلي فان. فهاد الساعات كنصح بهم سيدات اللي عندهم ان بوتي بواني. فالساعة الأولى من المجموعة الخامسة هي من ماركة غوتاري فهي اون مونتر بيجو كادغون ديالها أرجون منبت بعدد كبير من ستخاس غاسلي كوير تكستوري دو كولور نوار. فالساعة الثانية من المجموعة الخامسة من ماركة أوبكس البغاسلي ديالها من الكوير روج والبواتي دوري دو فورم أوفال. فالساعة الثالثة من المجموعة الخامسة من ماركة شواوفسكي سي اون مونتر فيمينين بغاسلي منبت بأحجار شواوفسكي اللي كيعطيها اون توش بلامور. فعندها بواتي دائري فيمكن تلبسوها في ان لوك سواري. فالساعة الرابعة من المجموعة الخامسة من ماركة كاتسباد كادغون ديالها دائري من لاسي انوكسيدابل كولور اور روز والبغاسلي فان من الكوير روز تكستوري اون فورم جيومتريك. فالساعة الخامسة من المجموعة الخامسة هي من ماركة مايكل كورس كادغون رون اناكري دو بوتي تاي والبغاسلي فين من بتاب ستخاس. الساعة السادسة من المجموعة الخامسة من ماركة هيكو بوس بواتي ديالها ريكتانجولار والبغاسلي فان دو كولور بلو. فالمجموعة السادسة هما لي مونتر كرونوغراف. فالساعة الأولى من المجموعة السادسة هي من ماركة فوسيل ساعة كرونوغراف افيك 3 كادرون البغاسلي من الكوير بلو والبواتي من الأور روز.
الساعة الثانية من المجموعة السادسة من ماركة فاستينا هي ساعة كرونوغراف avec 3 cadrans dans le boîtier ou le bracelet argent et or rose. فالساعة الثالثة من المجموعة السادسة من ماركة فوسيل البراسلي من لاسيي استراس كولور مارون. فهاد اللون كيتعتبر كلون جديد على ألوان ساعات نسائية المعتادة. فالبواتي كتكون من موفمون 3 ايغوي افيك دات جور اي افيشاج 24 اور فاسون كرونوغراف. فالساعة الرابعة من المجموعة السادسة من ماركة فاستينا دو كولور ارجون بلون بو فام. فالكادرون صغير على المعتاد فهاد ستيل كرونوغراف فهو منبت بستراس مكان ارقام الساعة. فالساعة الخامسة من المجموعة السادسة فهي من ماركة باول هيفيت فهي كذلك ساعة كرونوغراف. كادرون بلون افيك ان براسلي اون الكانتارا دو كولور غري والبواتيه من كولور اور روز. فالساعة السادسة من المجموعة السادسة من ماركة باول هيفيت فهي كذلك مونتر كرونوغراف البراسلي كوير نيود والبواتيه اور روز. فهنا غادي نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بأبوني ولايك ونتلاقاو في دوتر فيديو.